السلام عليكم الناس الكل، جيسبر كو فوز علي بيان. معكم ديزاب جيمر، واليوم رانا مع لو تيست سنايبر جوست ووريور 2. على الاوريجين ما كنتش راح نلعب الجو هذه، من بعد خممت وقلت وعلاش لا ان بيتيت فيديو تيست للجو ماشي خساره في لي زابوني تاعنا. للي زابوني تاعنا بقاو معنا، راح يكون جديد ان شاء الله بوندون لي فاكونس، سيرتو مع الجو اللي راني نستنى فيها واللي رانا كامل نستناو فيها واللي هي بيو شوك انفينيت. وراح يكون بزاف حوايج جدد ان شاء الله. بون، هذه ماهيش اول جو سنايبر نلعبها، ديجا لعبت سنايبر جوست وورير 1 مي ما كملتهاش، على عكس سنايبر جوست 2 اللي راني تقريبا كملتها. بيان سور جو راهي ديسپونيبل من لو 15 مارس 2013 في البي سي، بي اس 3، الاكس بوكس 360 ولا ويو. سنايبر جوست سي ان اف بي اس للناس اللي تحب الانفيلتراسيون واللعب الكال بالسنايبر. كاين بزاف ناس تلعب اللي يلعبوا الاف بي اس، كاين بزاف اللي يحبوا يلعبوا بالسنايبر. هذه جو ديريكت، موجهه ديريكت لي فان تاع سنايبر. مي بيان سور ماهيش سنايبر تاع باتل فيلد ولا كول اوف، سيرتو في الملتي وهذيك حكايه واحده اخرى. هنا عندنا لي زامي راهم ان ديستانس بعيده، عندنا الوقت كامل باش نخمو في لاكسيون الجايه اللي راح نديروها. لا سيبل نتاعنا راهي توجور مربوطه بالريح ولا ديستانس والبوزيسيون تاع لي زامي وبحوايج اخرى. ساعات نكونوا كشغل فين بازل جيم، لازم نقتلوا لي زامي كي يعود واحد ما هو يشوف في الاخر، ولا يعودوا لي زامي تسمى دايرين لبعضهم. لازم توجور ما نزربوش رواحنا باش نديرو لا ديسيزيون تاعنا مليح. ما كاش انتيري بزاف في الجو، المون تاعها ثاني صغير بزاف. في السولو كيما رانا نشوفو هنا عندنا توجور واحد يهدر معنا ولا يمشي معنا، هو اللي يعطينا لي زوردر على واش راح نديرو المره الجايه. توجور واحد يهدر معنا ولا يمشي معنا، وهذه ما خلاتش ليبرتي كبيره في الجو. في سنايبر جوست كاين 3 مود، كاين السولو والديوري دفي تاعو بين 5 سوايع حتى 7 سوايع، والمود ملتي اللي فيه اللي ما عندي عليه حتى فكره، مي نورمالمون سي دي فيرسوس مع 12 واحد في لا ماب الوحده. وكاين تروزيام مود واللي هو الشوت رينج ولا شون دو تير. في سنايبر جوست 2 لي ديفلوبر سيو باش يكوريجيو لي ديفو اللي كانوا في ليبيسود الاولى واللي كانت معبيه باللي باب. مي ديما مازال جو ناقصها بزاف حوايج، سيرتو كي نكومباريوها مع الكونكيرون ديريكت تاعها اللي هو سنايبر اليت في 2. صح جو جرافيكمون كانت ناقصه، مي كاين ان فري تشالنج دانفيلتراسيون فيها اللي ما كانش في سنايبر جوست وورير، واللي نقدروا ساعات نديبلاسيو فيها فاسيلمون حدا لي زانمي. كما قلت لكم قفلت الجو في 5 سوايع ونص هكاك، ما لقيت فيها حتى ديفيكولتي. نقدروا نلقاو ان بو دو تشالنج في الجو كنا نلعبوها في لو مود هارد. كما رانا نشوفوا هنا عندنا توجور هذا لو بوين روج اللي تنديكينا لا سيبل تاعنا بارابور للريح ولا ديستونس. هذه البوان ما كاش ما راحش نلقاوها في المود هارد، وين راح نشوفو وين راح يكون شويه تشالنج، مي تكون صعيبه بزاف. المشكل انه الديفيرونس كبيره بين المود نورمال والمود هارد. المود هارد صعيب بزاف، كون نديرو المود هارد ما نلقاوش البوان روج. راح تكون ساعات حتى الديفيرونس بين لا سيبل والفيزير حتى 3 متر. ابار سا ما كاش حاجه واحده اخرى. تكنيكمون ما كاش حاجه كبيره نهضروا عليها في الجو. الجو اللي تكري بار الموتور جرافيك كراي انجين 3 اللي تخدمت به كرايس 3، ما عندهاش بزاف. كوم ان كونفيغوراسيون مينيمال جو دوموندي ان بروسيسور كور دي ديو مع ان فيتاس 2 جيجا هرتز ومع ان رام 2 جيجا دو رام. لي كارت جرافيك
باسكو تقريبا تمشي في الانفيديا 8800 جي تي 512. الجو في الجو كاينه في تمشي في الويندوز اكس بي الويندوز فيستا والويندوز 7 وبيان سور الويندوز 8. ما كاش ماهيش حاجه كبيره الجو ما دومونديش بزاف جرافيك مي فل كاين في دي بارتي كيما ليميسيون الاولى ولا وين راح نشوفوا جرافيك مليح بيان سور موتور كراي انجن 3. ثاني ما كانتش كاينه ديفيرونس كبيره بين لا فيرسيون بي سي ولا لا فيرسيون كونسول في الجو تقريبا نفس الجرافيك مام لي نوت داو نفس لي نوت تقريبا يبان لي هذا كان كلش في لو تيست سنايبر جوست ان شاء الله يكون عجبكم واللي عجبكم كالعاده اعطيونا دقيقه من وقتكم كليكيو جامع الفيديو بارطاجيو وابوني فلاش تاعنا باش تبقوا معنا راح يكون جديد بربي ان شاء الله في الايام الجايين والسلام. Schedule here. That bio agent must be secured at all costs.